أهلا بكم معنا من جديد. انتهت مراسم دفن مسؤول القوات اللبنانية باسكال سليمان في مدينة جوبيل، وأعادت نتائج التحقيقات الأولية في مقتله فتح الجدل بملف ترحيل اللاجئين السوريين، وجعلته مطلبا شعبيا في عدد من المناطق اللبنانية. فبعد إعلان الأجهزة الأمنية أن مختطفي سليمان يحملون الجنسية السورية، سجلت بلدات مثل برج حمود والبوشرية وجوبيل سلسلة اعتداءات طالت السوريين العاملين فيها. تنوعت هذه الاعتداءات بين ضرب وتحطيم سيارات تحمل لوحات سورية، وصولا إلى إطلاق حملة ضد اللاجئين تطالب بسرعة ترحيلهم من لبنان إلى بلادهم. وظهر ذلك في تسجيلات وثقت نداءات عبر مكبرات الصوت تطالب السوريين بمغادرة مناطق في بيروت كالأشرفية وبرج حمود. حزب القوات اللبنانية رفض تحميل اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان مسؤولية ما حصل، معتبرا أن المتسبب في تدهور الوضع الأمني هي أطراف موالية لإيران والحكومة السورية، وهو ما شدد عليه زعيم الحزب سمير جعجع، مشيرا إلى أن المواجهة مستمرة لمنع انزلاق لبنان إلى حرب جديدة كل 5 أو 10 سنوات ولوقف نشر المخدرات في البلاد. أما البطريرك المورنة الكاردينال بشارة الراعي فأكد أن وجود النازحين السوريين بات يشكل تهديدا للبنان واللبنانيين، مشيرا إلى ضرورة ضبط أماكن تواجدهم بشكل يحفظ مصالح الدولة. ليعود ملف اللاجئين إلى السطح مرة أخرى حاملا معه سجلات بين الفرقاء السياسيين بين مؤيد ومعارض لترحيلهم عن لبنان، إضافة إلى الانتقادات الدولية التي ستطال لبنان حال صدور قرار رسمي بذلك. إذن للنقاش حول هذا الموضوع نرحب الآن بضيفينا مباشرة. أولا من بيروت نرحب بالسيد عماد وكيم النائب السابق وأمين عام الانتشار بالقوات اللبنانية، ومن دمشق نرحب مباشرة بضيفنا السيد عبد الحميد توفيق الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بكما معنا في المشهد الليلة. أبدأ معك سيد عماد وكيم، وما تعليقك على من يقول إن السوريين المتواجدين في لبنان أصبحوا الآن هم كبش الفداء لما حدث مؤخرا على إثر مقتل باسكال سليمان؟ مساء الخير. اهلا وسهلا. لا خلينا نفصل المساله عن حادثه اغتيال رفيقنا باسكال سليمان واستشهاده. موضوع اللجوء السوري الى لبنان، يعني حتى كلمه لجوء نحن بنحط عليها علامه استفهام. على الاقل منذ 3 سنوات منذ بدا حتى الان في نقاش بالداخل اللبناني وبالخطاب السياسي حول ماهية هذا الوجود السوري. في يعني أكيد تريد أن تقول هذا الموضوع ليس جديدا يعني؟ لا ليس جديدا، وعلى الأقل آخر 3 سنوات وآخر 2 سنين تحديدا موضوع على نار حامية، وصار عدة إشكالات وصار عدة نقاشات وصار عدة إشكالات على الأرض ببعض البلدات والقرى مثل اللي سميتها. إنما حادثة اغتيال رفيقنا باسكال أكيد مثل أي حادثة بتصير تلقي الضوء على 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 موضوع معين وتظهر إلى العلن مثل ما صار هلأ مع هالجريمة. خليني أقول بالنسبة للجريمة مثل ما قال رئيس الحزب الدكتور جعجع صحيح، وفي التحقيقات الأولية ونحن بعد ما انتهى التحقيق تستلمنا نقيم هالتحقيق نبدي رأينا فيه ونأخذ موقفنا النهائي من عملية استشهاد رفيقنا باسكال. ما في شك في عناصر بالتحقيق بتدل على هاي المجموعة السورية اللي عملت السيناريو اللي عملته من محاولة سرقة السيارة للخطر بلبنان. خليني أقول لك أستاذ رامي، بإحصاءات قوى الأمن الداخلي آخر 3 سنين ولا عملية سرقة أدت إلى خطف، مش إلى قتل، صفر صفر بالقتل، صفر بالخطف. هاي أول عملية من هالنوع. مشان هيك بعض تفاصيلها اللي هي مبين عمل منظم علامات استفهام. هيك قال الدكتور جعجع، نحن ما عم نحمل حتى عند السوريين مثل عند اللبنانيين. في ناس ممكن تكون اخذ طريق الاجرام وناس ممكن ما خاصه بالعمليه، لكن سيد عماد وكيم ربما عذر على المقاطعه، يعني حتى وان كنت هنا تقول انك لا تحمل اي طرف المسؤوليه، ولكن هذه اشاره الى ان ما حدث هو جريمه سياسيه وليس جريمه عاديه، جريمه حق عام يعني.
نحن قلنا كحزب هويه لبنانيه هذه الجريمه هي جريمه سياسيه الى حين اثبات العكس. مش سياره حتى اثبت العكس، لا هي جريمه سياسيه لانه بين عمليه منظمه سياره قطعت من يعني نحن اول ما صارت الحادثه على سبيل الصدفه كان احد الرفاق عم يتواصل مع رفيقنا باسكال دغري بلغت الدوله اللبنانيه الاجهزه الامنيه خلال 15 ساعه نقلت ضمن الاراضي اللبنانيه وظهرت من طرابلس باتجاه الهرمل باتجاه حمص السياره، يعني مرقت معابر حدوديه لبنانيه يمكن مش معابر شرعيه، معابر غير شرعيه. مشان هيك نحن فصلنا ناطرين نتائج التحقيق تنشوف مدى جديته وقديش رح نصدقه لانه قادرين نحلل ونعرف هالتحليل قديش مضبوط. نعم سيد عماد وكيم، ساعود اليك بعد قليل لانه على ما يبدو هناك مشاكل في الصوت والصوره، بمجرد ان ربما تتحسن جوده الصوت والصوره سنعود اليك بعد لحظات. وفي الانتظار انتقل اليك سيد عبد الحميد توفيق معنا مباشره من دمشق الكاتب والمحلل السياسي. اذا ربما هنا المشكله على ما يبدو هنا هي مشكله داخليه لبنانيه وجريمه حصلت داخل لبنان، ولكن على ما يبدو سوريا والسوريون وجدوا أنفسهم مقحمين في هذا الموضوع وأصبحوا ربما حتى الموضوع الأساسي في ما حدث. كيف تعلق على ذلك؟ مساء الخير. حقيقة الوضع يبدو ملتبس تماما، هناك جريمة مستنكرة طبعا بكل صياغها أيا كانت أهدافها وحيثياتها ومراميها، هذا من ناحية. من ناحية أخرى طالما أن هناك عنصرا سوريا قد أدرج وتم اعتقاله وقيل بأن بعضهم قد اعترف بمشاركته في مثل هذه العملية بصرف النظر أيضا عن دوافعه وأهدافه وحيثيات هذا الأمر، فلا بد أيضا من إثارة هذه الحالة من الغضب لدى المؤازرين للمغدور ولعموم الشارع اللبناني. هذا الذي حدث حقيقة فجر مكامن ودمامل أساسا هي قائمة قبل هذه الحادثة منذ عملية النزوح السوري إلى لبنان ودول أخرى، ولكن كان في لبنان هناك وضع مختلف في السنوات الأخيرة، وأنا أستطيع القول منذ حوالي 5 سنوات بدأ واضحا بأن اللجوء السوري في لبنان بات يشكل عبئا بمستويات مختلفة اقتصادية واجتماعية وكذلك في بعض الأحيان ذات طابع أمني، ولذلك كانت ردة الفعل مباشرة لارتباط البيان الذي صدر بأسماء سورية أو بأشخاص سوريين كانوا قد نفذوا هذه العملية من ناحية، وأيضا لارتباط عملية الاغتيال للشخص المغدور بالأرض السورية إدخاله الأرض السورية. هذا في الحقيقة أعتقد بأنه يثير إشكالا كبيرا ويثير إشارات استفهام عن الدوافع التي أريد لهذه العملية أن تربط بها الجغرافيتين وأن يكون هناك عناصر سوريين. لا زالت التحقيقات جارية، وأعتقد بأن التحقيقات في هذا الإطار والمواقف التي صدرت لا أستطيع أن أنكر بأنها فيها كثير من التعقل، إن كانت من حيث رفض الهجوم على السوريين بهذه الطريقة أو حتى من حيث توزيع الاتهامات المباشرة، واضح هناك تعقل في القيادات اللبنانية لتجنيب هذه المسألة أن تكون فتيلة بارودا، وخصوصا لأن النزوح السوري تجاوز 1,000,000 ونصف 1,000,000 كما تقول الإحصائيات اللبنانية، وهو موزع على الأرض اللبنانية في مناطق شتى، وكذلك هناك معاناة لدى هؤلاء اللاجئين حتى لو أرادوا العودة إلى بلادهم. نعم، ربما هنا أعطي لك من جديد سيد عماد وكيم، يعني حتى مع إشارة سيد عبد الحميد توفيق هنا إلى أن المواقف السياسية اللبنانية بما فيها موقف حزب القوات اللبنانية كان فيها نوع من التعقل، لكن رغم ذلك حزب القوات اللبنانية يقول أن ما حدث وراءه أياد موالية لإيران وموالية للحكومة السورية، فكيف نفهم ذلك أيضا؟ أكيد إذا كان عم نحكي عن جريمة ذات طابع سياسي وبحال ثبت عليها هذا الاتهام، مين المقصود بالطابع السياسي؟ مين الأقسام السياسيين للقوات اللبنانية؟ خليني أقول لك أستاذ رامي، نحن بخطابنا السياسي دقيقين كتير، نحن ما اتهمنا مباشرة الحزب، بس قلنا بكل الأحوال حزب الله بيتحمل مسؤولية، لأنه الوضع القائم في لبنان بغض النظر عن اللاجئين السوريين والنازحين إلى لبنان، الوضع القائم في لبنان هو نتيجة تفلت أمني
وسيبان وضعف الدولة اللبنانية. الدويلة اللي أقامها حزب الله هي اللي أدت لضعف الدولة اللبنانية، وبالتالي أي حدث أمني ذي طابع كبير ممكن يؤدي لفتنة أو لأي مشكلة كبيرة بلبنان يحمل جزء من المسؤولية حزب الله حكما. يعني ليس تحميل مسؤولية مباشرة، وإنما تحميل مسؤولية سياسية هنا. يعني ناطرين اول شيء انتهاء التحقيق اللبناني الرسمي، تتبلغ بشكل رسمي لنبني على الشيء مقتضاه، لنقول في اتهام مباشر او ما في اتهام مباشر وفق المعطيات اللي تبين قدامنا. هلا مشان هيك قلت لك بالاول مشكله النزوح السوري الى لبنان صار عم ياخذ طابع اقتصادي اكثر ما هو مرق الدكتور علاه. يعني الاعداد الرسميه بتقول بالمليون ونص التهديدات تبع الامن العام والمنظمات الثانيه اللبنانيه بتقول من مليونين لمليونين ونص. في كثير من السوريين الموجودين بلبنان وعاملين صفة اللاجئ بيجوا على لبنان، بيطلعوا بالويك اند على سوريا او كل ويك اندين بيشوفوا اهلهم بيرجعوا بيجوا على لبنان. طيب ربما حتى نتحدث بوضوح سيد وكيم، يعني ما الحل هنا؟ يعني يجب الاسراع في ترحيلهم هنا حتى نتحدث ربما نتحدث بشكل مباشر. يعني يجب فرزهم الى فئات، الفئات اللي هي كل عمره بلبنان، نحن بنعرف كل عمره في. نعم، على ما يبدو انقطع صوت والصورة مرة أخرى مع السيد عماد وكيم، في انتظار أن تعود الصورة والصوت مرة أخرى. أعود إليك من جديد سيد عبد الحميد توفيق. هنا هل السلطات السورية يمكن أن نقول أنها ستكون معنية بهذه الحملة على ما يبدو اللبنانية المنتظرة التي ربما هدفها ترحيل هذه الأعداد الكبيرة من السوريين؟ هناك جانبان للمسألة. الجانب الأول في هذه المسألة هو أن الحكومة السورية والحكومة اللبنانية تواصلا في الأشهر الماضية على مستوى وزارتي الخارجية وكذلك وزارات الداخلية لإيجاد صيغة تفاهم مشتركة بين الجانبين، ليكون هناك جدول بالأسماء الذين سيعودون إلى الأرض السورية من النازحين أو اللاجئين السوريين في لبنان. الجانب الآخر هو أن الوضع في سوريا، هؤلاء اللاجئون إذا ما أرادوا العودة، طبعا ليس من المنطق أن نقول بأنهم سيعودون دفعة واحدة ولا في حتى بضعة أسابيع، لأنهم إذا أردنا أن نقول بأنهم يتجاوز المليون ونصف عددهم فكيف لهم أن يتم إحصاؤهم وكيف يتم فرزهم وكيف يتم إعادتهم عبر الحدود. بالتالي هناك أيضا البنية التحتية، وهذا ليس تبريرا، هذه عوائق حقيقية وواقعية. أعتقد بأن الحل الأمثل لمثل هذه المسألة هو دائما القيام والتشاور من خلال أيضا المنظمات الدولية. المنظمات الدولية يبدو أنها تسير باتجاه الضغط على لبنان عندما تعلن أنها ستوقف عمليات الدعم للحكومة اللبنانية لتغطية عوامل النزوح ومتطلبات اللجوء السوري، وأيضا عندما تتراجع عن القيام عن الرعاية وقيامها بدورها الأممي الإنساني رعاية هؤلاء أو بمنسبهم العالية في تلك البلاد. نعم واضح. أعود إليكم من جديد سيد عماد وكيم في آخر دقيقة ربما هنا للتأكيد على موقف حزب القوات اللبنانية مما يقال إنها ربما بوادر اشتعال فتنة طائفية في البلاد وما إلى ذلك. هل حزب القوات اللبنانية يتبرأ من كل هذه المظاهر التي نسمع عنها؟ سيد عماد وكيم هل تسمعنا؟ على ما يبدو لا من صلب مواجهتنا يعني اسمعك. نعم انا اسمعك بشكل جيد. نعم تفضل نسمعك نحن ايضا. هل تسمعوني؟ نعم الصوت واضح تفضل. عنوان المرحله بالسياسه اللي حطناه ورفعه رئيس الحزب هو المواجهه مستمره، وقلنا من ضمن المواجهه اللي بدنا نخوضها كحزب هي مواجهه اي محاوله لجر لبنان الى فتنه اهليه. وشفنا باليومين الماضيين صار كثير في حتى صار في كب مناشير عم تدعي السوريين تحت التهديد. بس يعني على سبيل المثال منطقه الدكوين اللي هي بالمتن، حيا الله اللبناني بيعرف انه الهوات ما بتعرف انه الدكوين بالمتن مش بك. يعني البيان حاطط شكرا جزيلا اتسترا اتسترا بما معناه في محاولات واضح.
وصلت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا في هذا النقاش من بيروت، سيد عباد وكيب النائب السابق وأمين وعام الانتشار بالقوات اللبنانية وبحزب القوات اللبنانية. ونشكرك أيضا جزيل الشكر على المشاركة معنا من دمشق، سيد عبد الحميد توفيق الكاتب والمحلل السياسي.